السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حينما تسمو أهدافكم لخدمة الخلق تشعرون بسعادة ما بعد سعادة. إن أعظم إنجاز يكتسبه الإنسان في حياته الدنيا أن يتعرف إلى الله. اطلب الله تجده، فإذا وجدته وجدت كل شيء، وإن فاتك فاتك كل شيء، وهو أحب إليك من كل شيء. إذا تعرفت إلى الله ملكت سعادة الدنيا والآخرة. قل لي ما الذي يفرحك؟ أقول لك من أنت. هناك أناس وهم قلة عرفوا سر وجودهم وغاية وجودهم، فإذا صاروا في طريق أهدافهم كانوا من أسعد الناس. إذا أردت أن تسعد فأسعد الآخرين. حينما تسمو أهدافكم لخدمة الخلق، لإدخال الفرح في نفوس الخلق، للتخفيف من أعباء الناس، فأنتم حينها تعيشون للناس ولا تعيشون لذاتكم، وتشعرون بسعادة ما بعدها سعادة. لا قيمة للدنيا ما دامت تنتهي بالموت. وبشكل واقعي، أنا حينما أهنئ إنسانا بشراء بيت، هذا البيت مؤقت، لا بد من أن يغادره يوما ما. كل مكتسبات الدنيا تنتهي بالموت، وكأن الموت ينهي كل شيء، ينهي قوة القوي وضعف الضعيف وغنى الغني. إذا عرفت الله فهذه المعرفة تسعد بها إلى الأبد. إن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، وهو لطيف بعباده، وأمرنا الله تعالى برحمة المساكين ورحمة الضعفاء، وكذلك رحمة الحيوانات. فالرحمة هي أفضل من الصفات الحميدة التي يمكن للأشخاص أن يتميزوا بها. لا يرحم الله من لا يرحم الناس. حين توشك على السقوط تجد إشارة تدلك أنه ما كان سقوطا، وإنما كان رحمة من رب العالمين، لتتعلم كيف تقف. الكبائر ثلاثة: أن تأمن مكر الله، وأن تقنط من رحمة الله، وأن تيأس من روح الله. إذا أردت أن ترحم الناس فابدأ برحمة كل شيء غير الإنسان. ارحم من دونك يرحمك من فوقك. الرحمة في الله حياة. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إن ضاقت بك النفس عما بك، ومزق الشك قلبك واستبدك، وكن موقنا بأن هناك باب يفيض رحمة ونورا وهدى. فباب الله مفتوح لا ينغلق أبدا. فسارعوا في حب الله وحب رسول الله واتباعه والاقتداء بخلقه صلى الله عليه وسلم. إخوتي في الله، الرجوع إلى الله ضرورة تحتاج إليها كحاجتك إلى الطعام والشراب، وإلا فأين أنت من قول الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية. إخوتي في الله، ذاك هو خلق المسلم الصادق، محاسبة النفس. من يخطئ ولا تحاسبه نفسه فليراجع نفسه ويسوقها إلى طاعة ربها حتى يستقيم على الهدى والرشاد. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، واطلبوا الله تجدوه، فإن وجدتموه وجدتم كل شيء. يا ربي يا ربي، اشرح صدورنا ويسر أمورنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب. يا ربي
يا رب أبعد عنا شر خلقك، واجعلنا يا رب أسعد خلقك في الدنيا والآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا أمنية إلا حققتها لنا يا كريم يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العرش العظيم، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض. وصلى الله وسلم على سلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.